يلا بسم الله. اكاسيد الايه؟ الحديد. ايه يا مستر؟ اكاسيد الحديد. انا بشرحهم في سبوره واحده عشان سيادتك تربطهم ببعض. ممكن اشرح لك ده في سبوره لوحده وده في سبوره لوحده وتلاقي الدنيا تاهت معاك، سرحت في بعضها. لا ركز معايا كده. اول حاجه عندنا رقم واحد حاجه اسمها اكسيد حديد ثنائي. مش احنا عندنا الحديد ليه ثلاث اكاسيد اللي هم اتنين وتلاتة ومغناطيسي اللي هو مختلط. طيب رقم اتنين اكسيد حديد ايه؟ ثلاثي. رقم تلاتة اكسيد حديد مغناطيسي. ماشي يا مستر. السؤال بقى صيغة كل واحد ايه؟ انا عاوز منهم ايه؟ السؤال هيجي لي ازاي؟ كل ده هنطلع بيه في اخر السبورة دي. صلوا بينا على النبي. يلا اول حاجة عندنا هنا الاكسيد الثنائي صيغته كده FeO. هو احنا ليه يا مستر قلنا عليه ثنائي؟ عشان هو عدد تأكسده موجب كام؟ لونه اسود، هو مسحوق. هو ايه؟ مسحوق ايه يا جماعة؟ اسود. طيب ده صيغته ايه؟ قال لي FE 2O3. هو ليه بنقول عليه ثلاثي؟ عشان هو عدد تأكسد الحديد فيه كام؟ طب لونه ايه؟ احمر، بنسميه الاكسيد الاحمر. بنسميه الاكسيد ايه؟ طيب هنا FE 3O4. طيب ما قلناش ثنائي ولا ثلاثي، هو اسمه مختلط لان هو ثنائي وثلاثي مع بعض ووضحناها الحصه اللي فاتت اهو المختلط. طب لونه ايه يا مستر؟ لونه اسود، عشان كده بنسميه الاكسيد الاسود. يبقى ده اسمه الاكسيد الايه؟ الاحمر. ده الاكسيد الايه؟ طب ما هو ده يا مستر لونه اسود، ليه ما بنسموهوش الاكسيد الاسود؟ عشان ده بيوجد في الطبيعه في صوره خام اصلا. طالع في صوره ايه؟ خام اسود، حجر اسود، فبيسموه الاكسيد الايه؟ الاسود. ده الاحمر، ده مسحوق. والتلاته ما بيدوبوش في الميه. التلاته ايه يا جماعه؟ والتلاته بارا مغناطيسيه. طيب هناخد من كل واحد فيهم حاجتين. رقم واحد هنا ازاي بنحضره؟ رقم اتنين تفاعلاته ايه؟ رقم واحد ازاي بنحضره؟ رقم اتنين تفاعلاته ايه؟ رقم واحد ازاي بنحضره؟ رقم اتنين تفاعلاته ايه؟ طيب لما اقول لسيادتك هنا ركزوا في السبورة دي بالله عليكم، مهمة جدا. مستر ده الثنائي الايه؟ الايه يا جماعة؟ ده الايه؟ ثلاثي. ده الايه؟ مغناطيسي او مختلط. طيب بنحضره ازاي؟ بنجيبه منين؟ قال لك في طرق لتحضير ده وتحضير ده وتحضير ده. انا عندي هنا بنحضره بطريقتين. تسخين حاجه اسمها اوكزالات حديد ثنائي بمعزل. يعني ايه يا مستر بمعزل عن الهواء؟ قال لك يعني مفيش هواء، يعني مفيش ايه؟ اديني مثال كده. هي ايه اوكزالات الحديد؟ سي او او، سي او او، وهنا الاف اي، وهنا ليه؟ طيب دي اسمها اوكزالات حديد اتنين. لما نسخنها بمعزل عن الهواء يعني بنكتب كده اهو حراره، ونكتب هنا كده ايه؟ نو اير، مفيش هواء. وهنقول ليه دلوقتي مفيش هواء؟ اول ما بنسخن ركز كده في الميكانيزم بتاع التفاعل ده. بص كده، ده بيعمل كده يقوم واخد الاودي، وده يقوم واخد الاتنين دول كده، يتبقى لي السي او صح. تبص تلاقي اللي طلع ايه؟ يلا اف اي او وسي او وسي او 2. يلا تاني كده. اف اي او اسمه ايه؟ اكسيد حديد اتنين. ده اول اكسيد الكربون، ده ثاني اكسيد الكربون.
يعني يا مستر هو كان ثنائي خرج ثنائي؟ اه. يبقى لما اقول لسيادتك تسخين اكزالات الحديد الثنائي بمعزل عن الهواء تديني ايه؟ اف اي او وسي او وسي او 2. جبت اكسيد الحديد 2 ولا لا؟ تمام. طيب مستر هو ليه بنقول بمعزل؟ ليه ما ينفعش في الهواء؟ قال لك عشان لو سخنت ده في الهواء هو اف اي او. في الهواء يعني في ايه؟ او 2. هيتحد معاه وانت بتسخن كده ويتحول ل اف اي 2 او 3. ويتحول ليه يا جماعه؟ يلا ل اف اي 2 او 3. ايه ده؟ ما هو انت ده ثنائي والثنائي سهل الاكسده لثلاثي. الثنائي يا جماعه يلا سهل الاكسده لايه؟ لثلاثي. فلما اقول لسيادتك ليه وانت بتحضر الحديد اكسيد الحديد 2 لازم تسخن بمعزل عن الهواء؟ عشان لو في الهواء اكسيد الحديد 2 هيتحول لاكسيد ها حديد ايه؟ اكسيد حديد ايه يا جماعه؟ 3. صعب الكلام ده؟ السؤال الثاني، ليه يا مستر بيطلع 2 ما بيطلعش 3؟ واحنا بنسخن بمعزل عن الهواء ليه بيطلع 2؟ مش المفروض يطلع 3 عشان ده اكثر استقرار؟ ليه بيقف عند الاثنين؟ قال لك عشان ده كده يا حبيبي عامل مختزل مش سي او. ده خدناه قبل كده الحصه اللي فاتت عامل مختزل. طب يعني ايه عامل مختزل؟ يعني لو طلع 3 هيختزلوا الاثنين. لو طلع 3 هيعمل ايه؟ يبقى لما اقول لك سؤالين في الحته دي كده عند تسخين اكزالات الحديد الثنائي لتحضير اف اي او، واحد لا ينتج اف اي 2 او 3 او لا ينتج اكسيد حديد 3 بينتج 2، هتقول لي عشان ده عامل مختزل اللي هو السي او اول اكسيد الكربون. طب ليه ليه لازم نسخن بمعزل عن الهواء؟ عشان ما يتاكسدش الثنائي الى ثلاثي. صعب الكلام ده؟ العمليه دي يا حبايبي اسمها عمليه تقطير اتلافي. تقطير ايه؟ هتقابلكم في الواجب. تقطير اتلافي يعني تسخين اي حاجه بمعزل عن الهواء. لما نسخن اي حاجه بمعزل عن الهواء اسمها تقطير ايه؟ طيب لما اقول لك انا سخنت اكزالات الحديد بمعزل عن الهواء حصل عمليه ايه؟ تقول لي حصل عمليه انحلال او تحلل حراري، صح ولا لا؟ مش ده كده نحلل ده وده وده؟ طيب تاني حاجه، لو انا قلت لك سخنت اكزالات الحديد الثنائي في الهواء فين؟ فين؟ اهو واحد في الهواء. مش اكسالات الحديد 2 هيطلع اف اي او؟ طيب في الهواء بقى اهو هيعمل ايه؟ يلا هيتحول لثلاثي، يبقى ينتج اكسيد حديد ايه؟ اكسيد حديد ايه يا جماعه؟ 3. طيب مستر تاني طريقه عندنا قال لي ايه؟ قال لك باختزال الاكاسيد الاعلى بالاتش 2 او السي او. لا مستر مش فاهمها. يعني ايه هو ايه الاكاسيد الاعلى من الثنائي؟ ثلاثي ومغناطيسي. الاعلى من الثنائي ايه؟ ثلاثي وايه؟ ومغناطيسي. طب ما تيجي نشوف كده يلا. اف اي 2 او 3 اف اي ها 3 او 4. مش ده الثلاثي وده المغناطيسي؟ هنختزله بالهيدروجين اتش 2 مثلا. هنختزله بالهيدروجين اتش 2. طب ممكن نحط السي او؟ اه عادي جدا. ايه اللي بيحصل؟ الهيدروجين ده عامل مختزل، واحنا قلنا الحصه اللي فاتت ان عامل مختزل يعني بياخد او. لما ياخد الاو من هنا بقت اتش ها 2 او. طب هنا بقت اتش ها 2 ايه؟ او. جميل جدا. طيب لما ناخد او من الثلاثه باقي كام او؟ 2. 2 و2 2 اف اي او. طب ناخد او من الاربعه 3 او مع 3 اف اي بقى لي 3 اف اي او. يبقى انا كده يا مستر حولت اكسيد حديد 3 ها الى اكسيد حديد 2. اكسيد حديد مغناطيسي الى اكسيد ها حديد ايه؟ 2. طيب هنا كان موجب كام؟ 3. بقى موجب كام؟ اختزال ولا مش اختزال؟ يبقى بقى اختزال اكسيد الحديد 3 الى اكسيد الحديد 2. طب هنا كان 2 و3 اتحول لايه؟ ل2. هل عند اي درجه حراره؟ مش احنا خدنا الحصه اللي فاتت الاف اي 2 او 3 لو انا حطيت له 3 سي او كان بيديني حديد بس؟ صح ولا لا؟ في الفرن العالي يا جماعه زائد 3 سي او 2. امال اشمعنى هنا طلع اف اي او؟ اشمعنى هنا طلع اف اي او؟
قال لك عشان هنا كانت درجة الحرارة لازم تبقى فوق 700 درجة. كانت لازم تبقى فوق كام؟ هل لو انا سخنت الفوق 700 هيطلع اي في او ولا اس اي بس؟ طب لو نزلت عن ال 700 مش هنقدر نشد كل الاو دي، هيتبقى او واحده اللي هي دي. فاحنا بنقول هنا التفاعل ده بيختلف عن ده في ايه؟ في درجه الحراره. حسب درجه فوق 700 يطلع حديد بس. طيب اقل من 700 يعني من 400 اهو الى 700 يطلع ثنائي، من 400 ها الى 700 يطلع ثنائي. ما هو في معلومه كده سيادتك هتاخدها حالا اللي هي ايه؟ التفاعل ده اصلا لما بيجي يتم بيتم كده، ركز معايا بالله عليك في الحته دي. التفاعل اللي فوق ده بيتم على ثلاث خطوات. ادي الاف اي 2 او 3 لما بنختزله بالسي او او الاتش 2 بيتحول الاول لاف اي 3 او 4، بعد كده يتحول لاف اي او، بعد كده يتحول لاف اي بس. طب مستر فهمها لي بالله عليك. بص يا حبيبي، مش احنا بنحط هنا سي او عامل مختزل اول اكسيد الكربون زائد سي او زائد سي او ادي واحد اتنين تلاته اهم ها. طب ايه كمان؟ درجه الحراره هل بتنط فوق 700 مره واحده ولا بنطلع واحده واحده؟ وانت بتسخن اهو من 230 ل 300 انت لسه بتقول يا هادي ها. بعد كده طلع مغناطيسي، الحاله من 3 بقت 2 يعني جزء بسيط منه حصل له اختزال، فبقى 2 وفي جزء لسه 3. طب لما زودنا بقى من 400 ها ل 700 500 مثلا كله بقى ثنائي. طب لما طلعنا فوق ال 700 ها طلع حديد. يبقى باختصار بقى شديد كده لما اقول لسيادتك الهيماتايت او اكسيد حديد 3 لما نختزله، لما ايه؟ نختزله نحط له عامل مختزل سواء كان سي او او اتش 2 بيختلف الناتج باختلاف درجه. لو انت اطلع كده معايا واحده واحده، كل ما تطلع بدرجه الحراره حاله التاكسد تقل شويه. اول ما بتقل بتبقى من 3 ل 2 و3، جزء اختزل وجزء لسه. طب زودنا من 400 ل 700 كله بقى 2، زودنا خالص وحوحت الدنيا فوق 700 ها يطلع كله حديد. فبتبص تلاقي العمليه دي التفاعل ده كده لمل الدنيا كلها. معايا يا جماعه ولا لا؟ صعب الكلام ده؟ يبقى انا عندي هنا الثلاثي بالهيدروجين او سي او او سي او. طب لو حطيت سي او هيخرج ايه؟ سي او 2 مش هو هياخد الاو 2 الاو قصدي سي او هيطلع ايه؟ ها العمليه اسمها عمليه اختزال. فهمنا يا جماعه في الحته دي بالله عليكم؟ يبقى لما اقول لسيادتك انا بحضر الثنائي ازاي، انا عندي كام طريقه؟ طريقتين. اول طريقه اللي هي تسخين اكزالات الحديد الثنائي بمعزل عن الهواء. ليه بمعزل؟ عشان الثنائي ما يتحولش لثلاثي. تاني حاجه اختزال الاكاسيد الايه؟ الاعلى اللي هي ثلاثي ومغناطيسي اللي هي اصلها اصلا كانت ايه؟ ثلاثي. ما هو الثلاثي بيتحول لمغناطيسي والمغناطيسي بيتحول لثنائي. ها؟ اي اكسيد منهم تسخنه بقى فوق ال 700 يديك حديد بس. طيب التفاعلات مع الايه؟ مع الايه؟ بيديني ايه؟ مش هو ثنائي؟ الثنائي سهل ان هو يطلع لثلاثه ولا مش سهل؟ عشان ثلاثه اكثر استقرار. فلما اقول لك انا سخنت اكسيد الحديد 2 في الهواء تقول لي يا مستر يتحول لثلاثي هيتاكسد. طيب تاني تفاعل من تفاعلاته رقم 2 مع حمض الكبريتيك المخفف. ما بيتفاعلش خلي بالكم مع المركز. مستر ده دي شكلها رخمه دي ولا رخمه ولا اي حاجه، ركز كده معايا شويتين. الاف اي او اكسيد فلز ولا اكسيد لا فلز؟ الحديد لا فلز؟ اكسيد ايه يا جماعه؟ طب واكاسيد الفلزات قواعد. اكاسيد الفلزات طيب لما نحط له حمض H2SO4 ها دايل مخفف ايه اللي هيحصل؟ يا مستر انت مش لسه قايل ان ده حمض وده قاعده؟ طب ده موجب 2 سالب 2 موجب 1 سالب 2 ومخفف يعني ايه كيو؟ ها هيقوم طرفين مع بعض وسطين مع بعض.
مش حمض وقاعده، يدي ملح وميه، يدي ايه؟ طيب الاف ايه هياخد الاس او 4 بقى اف اي اس او 4 زائد الايه؟ اتش 2 او زائد ايه يا جماعه؟ يلا اداني ملح اسمه كبريتات حديد ثنائي. طب ليه يا مستر ثنائي؟ عشان هو اصلا داخل ثنائي، وده احلال مزدوج يعني تبادل مزدوج، الموجب بياخد السالب والسالب بياخد، فيطلع لي حديد ايه؟ 2، ويعتبر تفاعل اسمه تفاعل تعادل. تفاعل ايه؟ حمض وقاعده ملح وميه، مش ده اسمه تفاعل تعادل؟ فانت عندك اكسيد الحديد 2 بنحضره من اكسيدات حديد 2 بمعزل عن الهواء، بنحضره باختزال الاكاسيد الاعلى بالاول اكسيد الكربون او الهيدروجين، بس شرط تكون درجه الحراره من كام لكام؟ من 400 لكام؟ ل 700. تفاعلاته مع الاكسجين يطلع ثلاثي، ها؟ تفاعلاته الثاني مع الحمض المخفف بيدي ملح حديد 2 وميه. طب لو انا مكان H2SO4 حطيت HCl هيطلع FeCl2 زائد H2O. ها؟ طب سؤال للناس اللي فهمت بس. معلش يا حسين، ها؟ COOH COOH حطيت له حديد. هو ايه COOH ده يا مستر؟ COOH ده اسمه حمض الاوكزاليك. اسمه حمض الايه؟ حمض اوكزاليك، وده حمض عضوي. هيقول لك في الامتحان حمض عضوي ثنائي البروتون او ثنائي القاعده، يعني في 2 اتش. حطينا له ايه؟ حديد، براد حديد. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ اولا الحديد ده هيحل محل الهيدروجين دي والهيدروجين دي، ينقص H2. لما ينقص ال H2 يخش الحديد مكان ال H وال H يدي اوكزالات حديد. يبقى لما اقول لك حمض عضوي ثنائي البروتون يقصد حمض الايه؟ الاوكزاليك. حمض ايه يا جماعه؟ لما نحط له حديد يدينا اوكزالات حديد، وده ملح عضوي. ملح ايه؟ ملح حمض عضوي. لما نسخنه بمعزل عن الهواء يديني ثنائي، طب لو في الهواء يدي ثلاثي. صعب الكلام كده؟ اكسيد حديد ايه؟ ثنائي. بنحضره بكام طريقه؟ 2 اللي هم ها اوكزالات حديد نسخنها بمعزل عن الهواء، ها اختزال الاكاسيد الاعلى، تفاعلاته مع الاكسجين يطلع ثلاثي، مع الحمض يطلع ملح وميه. ملح 2 حديد 2 وايه؟ افهموا المعادلات بالعربي هتلاقي الموضوع سهل وانت تعرف تترجم. طيب تحضير اكسيد الحديد 2، قال لك بص كده يا حبيبي، رقم 1 تفاعل محلول قلوي مع ملح حديد 3. مستر اي ملح حديد 3؟ اي ملح حديد 3، المهم يكون عندي الحديد ايه؟ ثلاثي. والقلوي يعني او اتش، ثم التسخين فوق 200 درجة. طب ما تيجي ناخد المثال بتاعنا. بيقول لي سيادتك واحد عايز ملح حديد 3 اف اي موجب 3 مع اي حاجة، اف اي مثلا سي ال 3 اف اي 2 اس او 4 باي 3 ها اي ملح، المهم يكون فيه الحديد ايون حديد تكافؤه ايه؟ عدد تكسيده كام؟ موجب كام؟ 3. ونحط له اي قلوي وليكن ان اي او اتش. واحد يقول لها مستر انا مش عاجبني الان او اتش، انا بحب الكاوتش كي او اتش، صح. واحد يقول لها انا عندي محلول نشادر ان اتش 4 او اتش، هي هي، المهم يكون محلول ايه؟ قلوي. ده محلول وده محلول، دوبناهم في الميه وحطناهم على بعض. طيب صلي على الحبيب كده. ده موجب كام يا جماعه؟ 3. ده سالب 1، ده موجب 1، ده سالب. مش محلول ايوني مع محلول ملح ايوني، يبقوا طرفين مع بعض، وسطين مع بعض، مش هيحصل تبادل مزدوج؟ ايه اللي هيحصل؟ يلا ال ان ايه هياخد السي ال، ماشي. ال ان ايه خد السي ال، زائد الاف اي ياخد الايه؟ الاو اتش، ماشي. يدي سيادتك اف اي او اتش باي 3. اشمعنى؟ عشان هو داخل حديد 3، عشان هو داخل حديد ايه يا جماعه؟ فخرج حديد 3. طب ده كده قال لك راسب، قال لك ايه؟ ولونه بني محمر. راسب لونه ايه؟ يبقى انا لما لما فعل محلول قلوي اهو، ده قلوي مع محلول كلوريد حديد 3 او اي ملح حديد 3، لازم يتكون راسب بني محمر ولا لا؟
ايا كان الملح وايا كان القلوي. ليه؟ لان انت الاصل عندك الاف اي موجب 3 هياخد الاو اتش ويديني ده. طيب السؤال، المعادله دي مش موزونه، هنا كام او اتش؟ هنا كام او اتش؟ هنا كام سي ال اصلا؟ وهنا نحط التلاتة هنا. تلاتة ان ايه؟ تلاتة ان ايه. طب مستر انت كده ما جبتش اف اي 2 او 3، ما جبتش اكسيد الحديد 3، ما انت سيادتك هتاخد اف اي ها؟ اف اي او اتش ها؟ باي 3. وبعدين؟ وبعدين هتسخنه فوق 200 درجة. فوق كام يا جماعة يلا؟ هيدينا ايه؟ قاعدة اكتبوها عندكم كده لله. عندك التلاتة دول هيدروكسيدات الفلزات، هيدروكسيدات اللي هي يا جماعة يلا كربونات الفلزات، كبريتات الفلزات. لما تيجي تسخن دول ها، لما تيجي تسخن ايه؟ اي واحد من دول بشدة تسخين اهو، حرارة حرارة حرارة. قال لك الهيدروكسيد عبارة عن ايه؟ او اتش. الكربونات سي او 3 سالب 2، الكبريتات اس او 4 سالب 2، صح؟ فيقوم ده لما يجي ينحل يحصل له انحلال حراري، تحلل حراري، يطلع لي اتش 2 او بخار ميه واكسيد الفلز. ده يطلع لي ثاني اكسيد الكربون واكسيد الفلز. ده يطلع لي ثالث اكسيد الكبريت واكسيد الايه؟ الفلز. يبقى انحلال الثلاثه دول هيدروكسيدات ها كبريتات كربونات يطلع اكسيد الفلز اللي داخل، اكسيد الفلز اللي ايه؟ ومعاه غاز. هيدروكسيد يطلع بخار ميه عشان او اتش، كربونات يطلع سي او 2، كبريتات اس او 3، شيل او بقت اس او 3 ثالث اكسيد كبريت. طب انا هنا بسخن ايه؟ ها؟ حاجه اسمها هيدروكسيد حديد ثلاثي. هيدروكسيد حديد ايه؟ ثلاثي. السؤال هنا لما نسخن الماده دي مش هو اكسيد حديد ثلاثه؟ يطلع على طول معاك اف اي 2 او 3 اكسيد الحديد، زي ما هو داخل يخرج، داخل حديد ثلاثة يخرج حديد ثلاثة زائد ايه؟ بخار مية. ماشي يا مستر، اوزن يا حاج. هنا اف اي 2 يبقى هنا 2 اف اي، 3 اتش في 2 ب 6 يبقى 3 اتش 2. ده بخار ايه؟ جبت اكسيد حديد ثلاثة ولا ما جبتش؟ جبتها ولا لا؟ يبقى انا اول حاجة يلا عندي كده عشان احضر اكسيد حديد ثلاثة بعمل ايه؟ بحط له الاول محلول قلوي، بحط الملح حديد ثلاثة محلول قلوي، يحصل عملية ها ترصيب، يحصل عملية ايه؟ عملية يا جماعة يلا ترصيب. ماشي، بعد ما يحصل ترصيب ناخد الراصب ها نسخنه فوق كام؟ فوق 200. فوق ال 200 هيحصل انحلال، هيحصل ايه؟ يبقى عند إضافة محلول قلوي الى ملح حديد ثلاثة ثم تسخين الناتج فوق 200 درجة يحدث عمليتي نقط ها، ترصيب ثم انحلال ها، ترصيب ثم ترصيب ثم ايه؟ صعب الكلام ده؟ واحد يقول يا مستر ممكن اقول احلال مزدوج؟ هي هي، ما هو طالما دول بدلوا مع بعض يبقى اسمه تبادل او احلال مزدوج. طب الطريقة رقم 2 ودي اهم من طريقة رقم 1، بيقول لي بتسخين كبريتات حديد 2 بشدة في الهواء أو من غير هواء مش فارق معانا، اشمعنى؟ تعال نشوف. هو كبريتات حديد 2 صيغته إيه؟ اف اي اس او 4. يلا سخن معايا كده أهو يا مستر. طب هو أنا لسه قايل حالا إن الكبريتات تطلع أكسيد الفلز واس او 3، طب ده كان اسمه ايه؟ كبريتات ها حديد ثنائي. ماشي، ملح صلب، الحديد اللي داخل حديد ايه يا جماعه يلا؟ ثنائي. لما يتسخن طبيعي يطلع لي الاكسيد الثنائي بتاعه وغاز الايه؟ اس او 3 وغاز ايه؟
وغاز ايه يا جماعه؟ يلا معلش، اس او 3 اهو. هو اسمه ايه اس او 3 ده؟ ثالث اكسيد الكبريت. طيب المفروض الناتج يطلع كده، طب ايه علاقه ده بده؟ ها؟ ايه علاقه ده بالثلاثي؟ قال لك ما هو اس او 3 ده غاز ثالث اكسيد الكبريت عامل مؤكسد. عامل ايه يا جماعه يلا؟ يعني ايه عامل مؤكسد؟ يعني هيأكسد الثنائي ده الى ثلاثي. هيأكسد الثنائي الى ايه؟ يبقى لما اقول لك عند تفاعل، عند تسخين كبريتات حديد اتنين في الهواء او من غير هواء مش فارق معانا، هيطلع لي Fe2O3 ومش FeO. ليه؟ عشان SO3 اللي طلع ده عامل يؤكسد الثنائي الى ثلاثي ويتحول جزء منه ل SO2. حصل هنا عملية، ده كده اتأكسد ولا متأكسدش؟ اتأكسد بفعل ده. يبقى في الأول حصل انحلال، حصل إيه؟ بعد كده حصل أكسدة. يبقى عند تسخين كبريت حديد اتنين بشدة في الهواء أو من غير هواء، ها؟ يحصل انحلال الأول. ثم إيه؟ ثم إيه؟ أكسدة إيه؟ الثنائي إلى ثلاثي. طب الأكسدة هنا لازمها هواء؟ أبداً. ليه؟ عشان هو عنده العامل المؤكسد منه فيه SO3. يبقى أنت عندك عشان نحضر أكسيد حديد ثلاثة عندي كام طريقة؟ أول طريقة نحط محلول قلوي. محلول إيه؟ محلول إيه يا جماعة؟ NaOH، KOH، NH، أي حاجة فيها OH. محلول فيه OH. ونحط له إيه؟ ملح حديد ثلاثة محلول برضه. هيحصل إحلال مزدوج، يتكون راس بني محمر اسمه ايه؟ هيدروكسيد حديد 3. ناخده نسخنه فوق كام؟ فوق 200، يطلع لي اكسيد حديد 3 وبخار ميه. طيب الطريقه الثانيه بنجيب كبريتات حديد 2 نسخنها بشده فين؟ في الهواء او في غير. ها؟ ليه؟ لان انت طبيعي لما تسخن ده هينحل ال FeO و SO3. SO3 عامل مؤكسد، يؤكسد الثنائي الى ثلاثي. فلما اقول لك عند تسخين كبريتات حديد 2 ينتج اكسيد حديد 3 وليس 2 عشان SO3 غاز ثالث اكسيد الكبريت عامل مؤكسد. عامل ايه؟ يؤكسد الثنائي الى ثلاثي. يا رب تكونوا فاهمين. طيب تفاعلاته بقى، مش احنا خدنا هنا التفاعلات مع الهواء ومع الحمض؟ هنا نفس الفكره، مع الهواء، ها، مع الحمض، مع ايه يا جماعه يلا؟ والحمض المركز مش المخفف. طب هو لما اقول لسيادتك انا عندي Fe2O3 هيحصل له ايه في الهواء؟ ها؟ هتقول لي يا مستر لا يتغير. مش فاهم. يعني بالبلدي كده هنقول لا يتأكسد. الله، لا يتأكسد؟ يعني مش هتأثر بالتسخين في الهواء ولا الهواء. ليه؟ عشان هو Fe موجب 3 لما تيجي توزعه هيبقى ارجون 18 4S3AD. هنا صفر وهنا كام؟ مستقر ولا مش مستقر؟ مستقر ولا مش مستقر؟ يبقى مش محتاج يتأكسد. يبقى لا يتأكسد ليه؟ لأنه مستقر. لأنه إيه؟ أكثر كمان استقرار، مش مستقر بس. يبقى لما أقول لك لا يتأكسد، لا يتأثر بالهواء، لا يتأثر بالتسخين في الهواء، ليه؟ عشان هو مستقر، لأن حالة التأكسد موجب 3 بيبقى الـ Fe3D فيها نصف ممتلئ. طب مع الحمض المركز مستر، هو انا لو حطيت حمض مخفف مش هيتفاعل؟ لا، بيتفاعل مع الايه؟ ما بيتفاعلش مع الايه؟ المخفف. بيتفاعل مع المركز. اديني مثال يلا كده. Fe2O3 ده اسمه ايه؟ اكسيد. اسمه ايه؟ اسمه ايه يا جماعه؟ معلش، اكسيد حديد ثلاثي. جميل جدا. الحديد هنا عدد تاكسده موجب كام؟ لما احط له ايه؟ حمض كبريتيك. هو حمض الكبريتيك ده صيغته ايه؟ H2SO4. يا سلام، بص معايا كده الكلام ده. انت بتقول لي مخفف ولا مركز؟ انت قلت لي مركز، اهو كونسنتريتد كده وساخن. طب المركز بيبقى ليكويد، المخفف كان بيبقى AQ، صح ولا لا؟ ده سائل، ها، ده مخفف، يعني محطوط له ميه فمحلول مائي. طب مش احنا قلنا ان ده حمض وده قاعده، حمض وقاعده، ملح ومي، سالب اتنين هياخدوا بعض وياخدوا بعض. ايه اللي حصل؟ قال لك ده هيدي Fe2SO4 باي 3 زائد الميه.
الله يا مستر، ده نفس الفكره. اه حمض وقاعده، ملح وميه. حمض وقاعده ايه؟ طب هنا طلع ملح 2، كبريتات حديد 2، كلوريد حديد 2، عفريتات حديد 2، هنا هيطلع ملح 3. ملح ايه؟ ليه 3؟ عشان هو داخل ايه؟ 3. فيطلع لي هنا حبايبي كبريتات حديد ثلاثي. كبريتات حديد ايه؟ السؤال هنا يا مستر، وزن المعادلة دي مظبوط ولا لا؟ 2 اف اي، 2 اف اي، بس هنا مستر 3 اس او 4، هنا واحدة، يبقى هنا 3. 3 اتش 2، 3 اتش 2. ها؟ تاني كده بقى، يلا فرقوا لي بين ده وبين ده. أول حاجة التحضير طريقتين، التحضير طريقتين. التفاعلات 2، التفاعلات 2. طب تعالوا في التفاعلات واحدة كده، واحدة واحدة، هتحفظوهم دلوقتي حالا. الثنائي اف اي او، ها؟ الثنائي اف ايه؟ اف اي او مع الهواء يعني مع الأكسجين يطلع ثلاثي. يبقى الثنائي اف اي او مع الهواء او 2 يطلع اف اي 2 او 3. الثلاثي مش هيطلع، الثلاثي ايه؟ عشان هو اصلا مستقر. مع الحمض ده مخفف، ده مركز، ده مخفف عشان ده اصلا قاعده ايه؟ ضعيفه. السؤال بقى هنا، المخفف مش هو داخل حديد 2 يطلع ملح حديد 2 اللي هو كبريتات حديد 2 وميه. طب هنا كبريتات حديد 3 وميه، الفرق اف اي او ثنائي يخرج اس اف اي اس او 4. طب هنا اف اي 2 او 3 ثلاثي يخرج اف اي 2 اس او 4 باي 3. ها؟ طب لو انا حاطط اتش سي ال مركز، هي هي اف اي 2 او 3 زائد اتش سي ال ليكويد مركز يدينا ايه؟ اف اي سي ال 3 زائد ميه. فرقت؟ عشان كده بقول لك المعادلة بصفة عامة، ده الأساس بتاعنا. أكسيد ثنائي مع حمض مخفف يبقى ملح حديد كام؟ ثنائي وإيه؟ ومية. طب أكسيد حديد 3 ها؟ مع حمض إيه؟ مركز، يديني إيه؟ ملح حديد 3 ومية، أيًا كان بقى الحمض. التحضير تسخين أوكزالات، تسخين كبريتات، تسخين أوكزالات، تسخين كبريتات، ها؟ طب إيه كمان؟ هنا معادلتين صح؟ اختزال الاكاسيد الاعلى، دي اصلا المفروض انتوا حافظينها من هنا كده من الحصه اللي فاتت، تمام؟ طب هنا هنحط قلوي يترسب حاجه بنيه محمره كده، ناخدها نسخنها تنحلل ده. طيب لو انتوا مركزين في اللي انا قلته هتلاقي المغناطيسي مش محتاج شرح، مش محتاج شرح. اه والله اقول لكم ليه؟ عشان تحضيره باختزال ها أكسيد حديد ثلاثي أهو أهو بإيه؟ بالسي أو أو بأول أكسيد الكربون، بالسي أو اللي هو أول أكسيد الكربون أو بالهيدروجين. إديني مثال يا مستر، أهو إف إي 2 أو 3 هنحط له يا جماعة، يلا سي أو يلا. وأنت بتسخن أوعى تنسى يا محترم، إحنا قلنا كم؟ من 230 إلى كم؟ 300. لو زدت عن كده شكرا. طيب هيتحول لإيه؟ إحنا قلنا ده عامل مختزل، يختزل الثلاثي إلى مغناطيسي أهو، والسي أو ياخد الأو يبقى سي أو 2. طيب أوزن يا مستر المعادلة، هنا كم إف إي؟ وهنا كم إف إي؟ ناخد التلاتة هنا والاتنين هنا. 2 في 3 ب 6، 2 في 3 جميل جدا. طب هنا 2 في 4 ب 8 او، و2 10، هنا 3 في 3 ب 9 او، و1 10. خلصت. يعني يا مستر عايز تقول ايه؟ عايز اقول لي معاليك ان اكسيد حديد ثلاثي لو اختزلته، عملت عمليه ايه؟ اختزال، هيتحول لمغناطيسي. هيتحول لايه؟ اكسيد حديد ايه؟ مغناطيسي. بس اوعى تنسى درجة الحرارة اللي هي كام يا جماعة؟ يلا اللي هي كام؟ من 230 لكام؟ وده غاز ثاني اكسيد الكربون. ها؟ في طريقة تانية؟ لا هي دي. طب مش احنا خدنا الحصة اللي فاتت لو سخنت الحديد، الحديد لدرجة الاحمرار هيتحول ل اف اي
3 و4 هيسود. لو سخنت الحديد لدرجه الاحمرار مع بخار الميه هيطلع اف اي 3 او 4 نفس الكلام ولا لا؟ طب كده خلصنا من دي. هي دي جديده بالله عليكم؟ اهي العمليه اسمها ايه؟ اختزاء. اسمها ايه يا جماعه؟ يلا ها. طيب التفاعلات، واحد مع الايه؟ الهواء، اتنين مع الحمض، ونركز في دول قوي. واحد يقول يا مستر مع الهواء سهله اصلا، ليه؟ ها يلا، مش هو اف اي 3 او 4 مغناطيسي ولا مش مغناطيسي؟ لما نفعله مع الهواء نسخنه في الهواء يعني او 2. الناس اللي بتفهم بقى وفاهمه يعني ايه رياكشن ميكانيزم والكلام ده هتقول لي يا مستر مش ده ثنائي وثلاثي؟ الثلاثي هيروح زي ما هو عشان الثلاثي قلنا ما بيتاكسدش، بس الثنائي هيفضل ثنائي؟ هيطلع ايه؟ يبقى مش هو كان جزء ثنائي وجزء ثلاثي؟ كل الثنائي اللي فيه يتحول لثلاثي، يتحول المركب كله اللي ايه بقى يلا؟ ها؟ اكسيد حديد 3. اكسيد حديد ايه؟ يبقى انت عندك ده اكسيد حديد مغناطيسي اهو، ها؟ سخنته تحول لايه؟ لاكسيد حديد 3. ده كان لونه اسود، بقى لونه احمر. كان لونه ايه؟ اسود. احمر ولا ما احمرش؟ طب لو انا اختزلت ده كان لونه احمر، اسود ولا ما اسودش؟ الله، يبقى المغناطيسي تسخنه في الهواء يحمر. المغناطيسي تسخنه في الهواء ايه؟ طيب الاحمر اللي هو الثلاثي تختزله يسود، تختزله ايه؟ صعب الكلام ده؟ طب هنا بقى مستر مع الحمض. لو واحد بيفهم شويتين هيقول له مستر سهله جدا، ليه؟ هو اف اي 3 و4 مش ده اكسيد فلز؟ اه فعلا. طب مش اكاسيد الفلزات قواعد؟ الله، ده نفس الكلام بقى. اه مش ده كان ثنائي اكسيد، ثنائي قلنا عليه قاعده، وده اكسيد ثلاثي قلنا عليه قاعده. طب قاعده وحمض ملح ومي، طب ما هو ده برضو يعتبر قاعده، بس قاعده ايه؟ مختلطه. اكسيد ايه؟ مختلط مع حمض الكبريتيك المركز بس. ها يلا كده معايا. هنا ده اصلا ثنائي وثلاثي، وده ليكويد اهو مركز ساخن. السؤال هنا ده كده حمض ودي كده ايه؟ قاعده. حمض وايه؟ يا سلام، احنا كنا بنقول هنا ايه؟ ها ها رايح جاي، طرفين وسطين. هنا بقى دي رايحه كده ودي رايحه معاها، اشمعنى انت يا ستي؟ انا ثلاثيه مستقر. طب ما انا ثنائيه هبقى مستقر، الاثنين بيحبوا الكبريتات، فدي تاخد كبريتات ودي تاخد ايه؟ كبريتات. تديك ايه بقى؟ يلا اف اي اس او 4. ها اف اي 2 باي 3 زائد ماي. مش فاكرين معادلة الحديد الحصة اللي فاتت؟ نفس المعادلة بس ناقصنا SO2، نفس المعادلة بس ناقصنا ايه؟ وهنا FE بدل FE3O4. خلاص، يبقى هنا يا مستر كده معنى كده ان هنا هيطلع ايه؟ كبريتات حديد ثنائي وكبريتات ها حديد ثلاثي وميه. السؤال، يتفاعل اكسيد الحديد المغناطيسي مع حمض الكبريتيك المركز وينتج كبريتات حديد 2 وكبريتات حديد 3. علل، فسر بسبب نقط ويجيب لك اختيارات. مثلا هتقولي لان اكسيد الحديد المغناطيسي اكسيد ايه؟ مختلط. اكسيد ايه يا جماعه؟ يلا، يعني مختلط يعني ثنائي وثلاثي مع بعض. يبقى باختصار بقى الثنائي طلع ملح حديد 2، الثلاثي يطلع ملح حديد 3، المختلط يطلع الاثنين ثنائي وثلاثي ومي. الثنائي يتاكسد لثلاثي، ها المغناطيسي يتاكسد لثلاثي، الثلاثي ما يتاكسدش. حفظنا التفاعلات؟ تاني معايا كده يلا. ها الثنائي يتاكسد لثلاثي، المغناطيسي يتاكسد، يتاكسد يعني ياخد اكسجين. ياخد ايه يا جماعه؟ يلا. طيب ايه كمان؟ الثلاثي ما يتاكسدش مع الاحماض، الثنائي مخفف بس، الثنائي
اي حمض مخفف ها يدي ايه بقى؟ يلا ملح حديد 2 وميه. طب هنا ملح حديد 3 عشان هو اصلا ثلاثي مع الحمض المركز. هنا 2 و3 وميه، يعني لو بدل H2SO4 مركز حطيت HCl مركز هيدي FeCl2 FeCl3 وH2O. محتاجين نحفظ يا جماعه التحضير هنا زي هنا في الحته دي. الثلاثي، الثلاثي تجيب منه كل حاجه. الثلاثي تجيب منه ايه؟ عايز تجيب مغناطيسي سخن بشويش واحده واحده من 230 ل 300. عايز تجيب ثنائي سخن اكتر شويه من 400 لكام؟ عايز تجيب حديد بس سخن خالص فوق ال 700 افور عدي ال 1000. تعالوا بقى نشوف ازاي نربط ما بينهم ونلمهم في بعض مع بعض. صلي على النبي يلا كده. اول حاجه عندي هنا ادي الثلاثي، ادي الايه؟ ادي الثنائي، ادي المغناطيسي. اولا ده اسمه اكسيد حديد ايه؟ ده اسمه ها اكسيد حديد ايه؟ ده اسمه ها اكسيد حديد ايه؟ مغناطيسي. ده عدد تأكسد الحديد فيه موجب كام؟ 2. ده موجب كام؟ 3. ده سالب موجب 2 و3. صليتوا على النبي؟ هو مش ده عاوز يستقر وده عاوز يستقر؟ عشان يستقر يطلع 3. يطلع ايه؟ طب يعني لو سخنت ده في الهواء هيطلع 3، سخنت ده في الهواء هيطلع ايه؟ يبقى ده كده زائد نص O2 يطلع 3 زائد نص O2 يطلع ايه؟ وفي كلتا الحالتين بنسخن. ماشي، السؤال بقى هنا العملية دي اسمها ايه؟ من 2 ل 3 أكسدة، يبقى دي كده اسمها عملية أكسدة. مش احنا خدنا من شوية المغناطيسي بيتأكسد لثلاثي والثنائي بيتأكسد؟ اهو الثنائي يطلع ثلاثي والمغناطيسي يطلع ثلاثي. ماشي، طيب لو انا عايز انزل الثلاثي لثنائي ومغناطيسي هعمل ايه؟ هنختزل ده ونختزل ده. نختزل ده ازاي يا مستر؟ سيادتك هتحط لي زائد سي او او اتش 2 زائد سي او او ايه يا جماعه يلا؟ او اتش 2. امال ايه الفرق؟ يعني لما احط سي او هنا هينزل ده وسي او هينزل ده، ايه الفرق؟ الفرق درجه الحراره هنا من كام لكام؟ من 400 لكام؟ ل 700. من كام لكام يا جماعه يلا معلش؟ ها؟ من 400 لكام؟ ل 700 اللي هي الوسطانيه صح؟ اهي. هنا من كام لكام؟ من 230 الى 300. تمام كده؟ يبقى هنختزل ده اهو يدينا ثنائي، نختزله يدينا ايه؟ مغناطيسي على حسب درجه الحراره. طب ما ينفعش نربط بين ده وبين ده؟ ينفع. مين اللي قال ما ينفعش؟ اهو زائد زائد سي او زائد ايه؟ او اتش 2 هي هي عامل مختزل. ايه اللي هيحصل؟ من 400 لكام؟ ل 700. وخلي بال سيادتك من 400 ل 700 من 400 ل 700 يديك اف يو سواء من ده او من ده، لان احنا قلنا العمليه اهي. هو لما بنوصل 400 من 400 ل 700 بيطلع ثنائي. ها؟ يبقى سواء من ده او من ده لازم من 400 لكام؟ يبقى عشان نحصل على الثنائي يبقى من كام لكام؟ 400 ل 700. عشان نحصل على المغناطيسي يبقى من 230 ل 300 اقل درجه. طب عشان نحصل على حديد بس يلا ها زائد 3 فاكرين سي او هنا زائد 3 سي او زائد 3 اتش 2 ده كان اسمه الفرن العالي. فرن ليه يا جماعه؟ ده كان اسمه فرن مين؟ عمكم مادريكس.
والعمليه بصفه عامه كان اسمها عمليه ايه؟ اختزال. اختزال بنسخن. كان بيطلع لي ده ايه؟ حديد اهو. كان بيطلع لي ايه؟ حديد. والحديد هنا خلي بالكم عشان هيبقى محمر احمر لدرجه الايه؟ قصدي مسخن لدرجه الايه؟ ها؟ الاحمرار اهو بالمنظر ده كده. حد هينساه يا جماعه؟ تفاعلات الحديد معظمها بنحتاج فيها ايه؟ تسخين درجه الاحمرار اهو. ده اسمه الحديد. يبقى انا كده الهيماتايت ده اهو اسمه هيماتايت او اكسيد حديد 3. لما اختزله لما ايه؟ لازم تحدد درجه الحراره. اقل درجه حراره انت بتسخن بيها بتختزل بيها من 230 ل 300 يطلع ايه؟ مغناطيسي اهو. طب زودت شويه من 400 ل 700 طلع ايه؟ ثنائي. لو انت خدت الثنائي اديته فوق 700 هيديك حديد. يبقى التفاعل ده كده بيتم على ثلاث خطوات اللي هما دول. انا كده ربطت بين الثلاث اكاسيد ومعاهم الحديد. السبوره كده عليها كم معادله؟ 1 2 3 4 5 6 7. ها؟ فهمتوا العمليات دي يا جماعه؟ اسماء العمليات مهمه جدا. اختزال اختزال اهي دي اختزال هي كمان. ها؟ اللي بره كله اختزال ما عدا دول اللي جوه اكسده. تمام؟ عشان لما يجي في الامتحان يجيب لك مخططات مهمه جدا. طيب نرجع بقى الاكسيد الثنائي كنت بجيبه ازاي؟ بحضره ازاي؟ كنا بنحضره من حاجه اسمها اوكسالات حديد 2. هي فين دي؟ اهي سي او او سي او او اف اي. هو ده اسمه ايه؟ اوكسالات حديد ثنائي. ده كده بص معايا كده يلا اهو هياخد الاو دي كده ودول ياخدوا بعض كده. يلا مين فاكر يا جماعه لسه عاملينها على السبوره اللي فاتت اهي كنا بنسخن هنا ايه؟ بنسخن ايه؟ نو اير مفيش هواء بمعزل عن الهواء كنا بنسميها حتى تقطير اتلافي. تقطير ايه؟ بيحصل تفاعل اسمه تفاعل انحلال. ليه؟ بينحل ده اكسيدات الحديد الثنائي بينحل الـ FeO و CO و CO2. طيب لو سخناه في الهواء هيبقى ثلاثي هيطلع ثلاثي لانه هيتأكسد. ها؟ طيب ماشي يا مستر تفاعلاته ايه؟ مستر مش كان في طريقتين تانيين للتحضير؟ اختزال ده واختزال ده. طب ما تيجي نخش بقى على التفاعلات مع الاكسجين يا مستر الهواء اهو يطلع ثلاثي. طب مع الحمض مع الايه يا جماعه؟ هو الحمض اللي هو ايه؟ H2SO4 دايل مخفف. طب حد محترم يقول يا مستر لو انا حطيت بدل حمض كبريتيك حمض هيدروكلوريك صح؟ صح جدا. المهم يكون حمض ايه؟ مخفف. حمض ايه؟ هيحصل عمليه تعادل. يعني ايه تعادل؟ حمض وقلوي ملح وميه صح؟ طيب اف اي هياخد الاس او 4 يديك اف اي اس او 4 زائد ها ميه. المركب اللي طلع ده اسمه ايه؟ كبريتات حديد ايه يا جماعه يلا؟ ثنائي. كبريتات حديد ايه؟ صعب الكلام ده بالله عليكم؟ النقطه الثانيه انا كده خلصت الثنائي. طب المغناطيسي بحضره منين؟ من اختزال الثلاثي. طب تفاعلاته مع الاكسجين بيطلع ثلاثي. طب مع الحمض ها؟ مع حمض ايه يا مستر؟ قال لك مع حمض الكبريتيك اهو. بس مركز. بس ايه يا جماعه يلا؟ بيحصل عمليه تعادل. طب هو هنا مختلط ثنائي وثلاثي يقوم مطلع لي ايه يلا؟ ها؟ اف اي اس او 4 واف اي 2 اس او 4 باي 3 وايه كمان يا جماعه يلا؟ وميه. وايه يا اخوانا؟ طلع لي ايه بقى هنا يلا؟ كبريتات حديد 2 ها؟ وكبريتات حديد ايه؟ 3 وميه.
طيب ايه المعادله اللي على السبوره اللي تثبت ان اكسيد الحديد المغناطيسي اكسيد مختلط؟ المعادله دي كده او الاسود، المعادله دي كده صح ولا ايه؟ يبقى انا عندي كده المغناطيسي بحضره من اختزال ده، بفعله مع الهواء يديني ثلاثي، مع الحمض يدي ثنائي وايه وثلاثي وميه. طب فاضل لي الثلاثي. تفاعلات الثلاثي ايه؟ مع الهواء بيتاكسد ما بيطلعش. طب مع الحمض، مع الحمض هنا يا مستر حمض مركز H2SO4 اهو مركز ساخن. العمليه هنا اسمها تعادل برضه، ماشي. حمض وقلوي يدي ايه؟ ملح وميه. يلا كده معايا هيدينا Fe2SO4/3 زائد ايه؟ ميه. مستر ده اسمه ايه؟ كبريتات. اسمه ايه يا جماعه؟ كبريتات حديد ثلاثي وميه. ده تعادل وده تعادل وده تعادل، والتلاته حمض وقلوي ملح وايه؟ حمض وقاعده ملح وميه. طيب تحضير ده بحضره منين؟ الناس كلها فاكره ده مهم جدا، مهم بغباوه. FeSO4 اسمه كبريتات حديد 2، لازم يجي لك في الامتحان السنه دي. اسمه كبريتات ايه يا جماعه؟ يلا ثنائي. عدد تاكسد الحديد فيه موجب 2، لما نسخنه يلا ها بشده، شخن ايه؟ بشد. هيحصل عمليتين، عمليه اسمها ايه؟ ها انحلال الاول ثم ايه؟ اكسده. طيب الانحلال هيطلع لي FeO وSO3، هيأكسد الSO3 هيأكسد الFeO ويتحول لSO2 ويحوله لFe2O3. يبقى عند تسخين كبريت حديد 2 يديني Fe2O3. طب مستر الطريقه الثانيه المهمه جدا FeCl3 زائد ها NaOH او NH4OH، هي هي اي قلوي، اي ايه؟ محلول نشادر قلوي، محلول صودا كاويه اللي هو NaOH قلوي، محلول KOH قلوي، خلاص. فدي مكتوبه عندك في المخطط NH4OH، هي هي NaOH، هي هي KOH، اي حاجه فيها ايه؟ عشان كده قلت لك قلوي. قلت ايه يا جماعه؟ يلا ده ثلاثه وده سالب اهو، هياخدوا بعض، ده اهو هياخدوا بعض، هيحصل زي احلال ايه؟ احلال ايه يا جماعه؟ مزدوج. فيتكون لسيادتك هنا FeOH/3 زائد NaCl، وهنا ثلاثه وهنا ثلاثه عشان نوزن بس مش اكتر. طب ده كان راسب ايه يا مستر؟ ده راسب بني محمر. راسب ايه؟ راسب اهو بني محمر، ماشي. لما نيجي نسخنه بقى هو الراسب ده فوق 200 درجه هيدينا ايه؟ فوق 200 درجه هيدينا H2O اللي هو ميه اهو، 3 ميه وهنا 2 ها و Fe2O3. العمليه دي يا مستر كان اسمها عمليه ترصيب الاول ثم انحلال، دي اسمها اختزال. سؤال للناس اللي بتفهم، من كبريتات حديد 2 عايز كبريتات حديد 3، انحلال ثم اكسده او تسخين في الهواء وخلاص ها، بعد كده تعال ها، من اوكسالات حديد 2 عاوز حديد، انحلال ها اكسده اختزال، من اوكسالات حديد 2 عاوز كبريتات حديد 2 اهو، تسخين بمعزل عن الهواء ثم اضافه حمض كبريت مركز مخفف. طيب من اوكسالات حديد 2 عايز كبريتات حديد 3، يبقى نسخن في الهواء، نسخن فين؟ يطلع ثلاثي، نحط حمض. خدت بالكم المخطط لازمته ايه؟ ها؟ طيب من اوكسالات حديد 2 عايز اكسيد حديد مغناطيسي،
سخن في الهواء واختزل. ها مفهوم لحد هنا؟ طب احنا خدنا الحصة اللي فاتت ازاي بنجيب الحديد من الافران، الفرن العالي وفرن مادريكس. طب الفرن العالي ده كنا بنحط فيه شحنة هيماتايت، وفرن مادريكس شحنة هيماتايت، كنا بنجيب الهيماتايت منين؟ من بطن الارض. طب مش كان بيجي برضو من تحميص حاجات تانية زي الايه؟ السيدرايت. السيدرايت اهو FeCO3، FeCO3 ده اهو كده لما بنسخنه بشدة في الهواء، بشدة فين؟ في الهواء. العملية بنسميها تحميص، وكلمة تحميص معناها تسخين بشدة فين؟ في الهواء. هيتحول على طول FeCO3 وCO2. تمام؟ طب مستر في حاجة تانية كنا بناخدها اللي هي ايه؟ 2 Fe2O3.3H2O. حد فاكر ده كان اسمه ايه؟ الليمونايت. الله اكبر عليكم. الايه؟ الليمونايت اللي هو اكسيد حديد 3 مبلول متهدرت. ها؟ متى ايه؟ لما نسخنه كده يلا اهو حمشه. لما تحمصه ايه اللي هيحصل يلا؟ اهو العملية اسمها ايه؟ تحميص. هيطلع لي 3H2O هنا وادي الايه؟ الهيماتايت. يبقى انا كده جبت الحصه اللي فاتت الافران اهي، اختزال الهيماتايت لحديد في الفرن العالي وفرن المادريكس، تحميص الليمونايت اهو، تحميص السيدرايت اهو. طب تفاعلات الحديد، مش خدنا الحصه اللي فاتت من خواص الحديد تفاعلاته؟ كنا بنقول تفاعلات الحديد رقم 1 مع الهواء، رقم 2 مع بخار الميه، ها ايه كمان يلا؟ مع الكلور. 3 مع الكبريت. الاربعة دول كده مهمين جدا في ايه؟ كانوا بيحتاجوا حرارة لدرجة الاحمرار، حرارة لدرجة ايه يا جماعة؟ وتفاعلات سهلة جدا. ده كده اهو غاز، وده بخار مية، وده غاز الكلور، وده الكبريت الزهر. ده اسمه الايه يلا؟ الهواء او الايه؟ الاكسجين. ده بخار الايه؟ ده غاز الايه؟ وده الكبريت. طب واحد محترم هيقول يا مستر انا فاكر الكلام ده، ده مع الهواء يسود عشان بيطلع اكسيد حديد مغناطيسي، صح ولا لا؟ طيب مع بخار الميه يسود ويطلع معاه غاز بيفرقع هيدروجين. اوزن 4O يبقى 2O2، 4O يبقى 4H2O يبقى 4H2. مستر معلش عشان بس الناس اللي نسيت، اكسيد حديد ها مغناطيسي او مختلط، وده غاز الهيدروجين. ماشي كنا بنسخن ولا لا يا جماعه؟ لدرجه حراره كام؟ 500. طب هنا بقى الكلور يلا، قال لك كان بيديك اف اي سي ال ايه؟ 2 هنا و3 هنا، فاكرين الكلام ده؟ هو المركب اللي طلع الصلب ده اسمه ايه؟ اسمه كلوريد، اسمه ايه؟ اسمه كلوريد حديد 3. طب ليه يا مستر طلع كلوريد حديد 3 ما طلعش كلوريد حديد 2؟ عشان الكلور عامل مؤكسد قوي. عشان الكلور عامل ايه؟ واحنا قلنا عندنا قاعده بتقول لو دخل عامل مؤكسد او خرج عامل مؤكسد يطلع حديد كام؟ 3. لو دخل او خرج عامل مختزل يخرج حديد كام؟ 2. طب مع الاس ها فس، فاكرين الفس ده؟ اف اي اس اللي هو كبريتيد حديد ثنائي، اصعب معادله زي ما البنت دي بتقول اهو، ماده صلبه ولونها اسود، اسمه اهو كبريتيد ها حديد ثنائي. سهلة، ايه الحكاية؟ هي كيمياء صح؟ طيب فاضل ايه بقى؟ الأحماض. هي حكاية يعني؟ ايه الأحماض دي؟ مستر الأحماض دي بتختلف على حسب نوع الحمض وتركيزه. بص كده معايا، شوف دي HCl H2SO4 ها؟ تاني كده HCl وايه؟ و H2SO4 ماشي، ادي H2SO4. طيب ده ايه؟ مخفف. وده ايه؟ الله برضو
اه. طب ايه اللي هيحصل؟ ده اي كيو، ده اي كيو، وهنا ايه؟ ها ديليوت سوليوشن اهو اهو. الاثنين دول كده بنسميها احماض مخففه. احماض ايه يا جماعه؟ يلا خلي بالك، مع الاحماض المخففه ينتج، مع الاحماض المخففه ايه؟ ينتج ملح، حديد اثنين، وهيدروجين بصفه عامه. بصفه عامه. طب يلا كده، اولا الحديد هنا هيخش مكان الهيدروجين، مكان الهيدروجين، يرمي الهيدروجين بره ويقعد مكانه FeCl2 زائد H2 2Cl 2Cl، هنا FeSO4 زائد H2. مستر ده هنا طلع لي كلوريد حديد ثنائي، ليه ما طلعش ها ثلاثي؟ هنا طلع كبريتات حديد ثنائي، ليه ما طلعش ثلاثي؟ عشان الهيدروجين ده عامل، عامل ايه؟ مختزل. عامل ايه يا جماعه؟ مختزل. يبقى هنا بيطلع ثلاثي عشان ده عامل مؤكسد، ده بيطلع ثنائي عشان عامل الهيدروجين عامل مختزل. طب دول كده الاحماض المخففه، فين بقى الاحماض المركزه؟ مع حمض الكبريتيك، وركزوا في ده قوي بالله عليكم، H2SO4 مع حمض النيتريك HNO3. ركزوا معايا قوي بالله عليكم في المعادله دي تحديدا. كلنا عارفين عمليه هنا كونسنتريتد اهو، حمض النيتريك المركز ليكويد، كنا بنقول ايه؟ لا يحدث، لا يحدث تفاعل. ليه يا مستر؟ بسبب ظاهره الخمول. طيب بسبب اهو ظاهره الايه؟ الخمول. طيب هنا بقى مع حمض الكبريتيك المركز كونسنتريت او ساخن، وهنا ليكويد، ده كده ايه؟ مركز. حمض الكبريتيك المركز عامل مؤكسد قوي جدا، هيعمل ايه؟ هيأكسد الحديد. مش احنا كنا بنقول هنا بنحط 8 H2SO4، 8 ايه يا جماعه؟ يلا اربعه منهم يأكسدوا الحديد للمغناطيسي، أربعة H2SO4 لما ينحلوا يدوني أربعة O، الأربعة O دول هيطلعوا لي Fe3O4. مغناطيسي ولا مش مغناطيسي؟ المغناطيسي ده مختلط، لما يتفاعل مع الحمض المركز يدي ثنائي وثلاثي وإيه؟ ومي. يبقى دي أول حاجة عندنا FeSO4 ها H2O ها Fe2SO4 باي 3. طب والاس او تو اللي طلع عندي اصلا يا مستر؟ طلع من العمليه الاولانيه. فاحنا هنا بنقول 8 اتش 2 او 4 يبقى 8 اتش 2 او، وهنا الاربعه اس او تو اللي طلعوا من الاولانيه. يعني يا مستر هنا كده هيطلع لي كبريتات حديد 2 وكبريتات ها حديد 3 وايه وميه. وخلي بال معاليك الغاز ده كده اهو نفاذ الرائحه، واكتب عندك يخضر لون ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم، يخضر لون ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم، يخضر لون ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم. يخضر لون ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم اللي هي اصلا لونها برتقاني. يلا بصوا على السبوره كده، احنا جبنا كل المعادلات اللي خدناها بس بطريقه حلوه. يعني ايه؟ ربطنا ما بين المعادلات عشان لما اقول لسيادتك من السيدرايت اهو اللي هو اسمه كربونات حديد اتنين عاوز كلوريد حديد اتنين، هتقول لي يا مستر هنحمص يطلع ثلاثي نختزل يديني حديد، نفعل حديد مع اتش سي ال مخفف يدينا ده. صعب الكلام؟ قولوا قولي هذا.